أثناء المشاركة في برنامج فريق عبري سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام. اسم الكريم من وين لأخ علي؟ ما شاء الله، من هين؟ من عبري. أعطيني نبذة عن العارض يا سمح. أيوة. نعم نعم. هل عندكم زراعة؟ ما زلتم مهتمين بها؟ هل توجد أفلاك في البلاد؟ ما شاء الله جميل. كيف ممكن تشجيع الناس للمشي؟ نعم ما شاء الله. رسالة ونصيحة تحب أن تقدمها للآخرين؟ لا يترك هذا الرياضه لان هذا الرياضه مفيد جدا. نعم. ويقول لك ما نستطيع او هذا الاشياء، لان العمر هذا السنوات عدد في السنين. ما شاء الله عليك. نعم. بارك الله فيك. وعندي ايضا احد الاخوه المشاركين. اسم الكريم جزاك الله خير. عبد الله بن سيف الشيدي ابو النجد. الاخ عبد الله، ما هي رسالتك وانت تشارك في هذا البرنامج؟ والله هذا برنامج ممتاز جدا يتداوله الفرق لاجل الرياضه والشبابيه، يتعلم الناس منه الاخاء والمحبه والتقدير، وكل ما ينشط الانسان من احترام وتقدير لربعه والرياضه. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا شكرا. الله يحفظك.